طول عمرك شعرك اصفر ولا ساعات بتغيريه؟ لسه مغمقاه. انت كده مغمقاه؟ اه. امال هو كان ايه بقى؟ متهورت. كده متهوره؟ اه. امال هو كان ايه؟ بلوند. اكتر من كده؟ طب ما هو لسه اه بلوند. هو افتح اصلا من كده. بس هو فاتح. ده انا متاثره جدا. لونه ايه الطبيعي الاساسي يعني؟ اللي هو زي اللي كان طالع في التلفزيون. الاصفر اصفر؟ اه. انت شعرك مش بني، مش انت اللي بتفتحيه. لا لا لا. اه. يعني بعمل له شويه رتوش اكيد يعني عشان بس ال اه لكن بلونديه زي ما بيقولوا. اه يعني. العيله كلها كده؟ لا انت بس؟ يعني انا البلونديه الوحيده اللي في اخواتي. آه. بس طالعه لخالاتي وجدتي وكده. وفي اصل حاجه مستورده؟ اصل تركي من ناحيه جدتي مامتي اللي هو البعيد قوي زي ما كلنا بنقول زي ولا كلنا. اه زينا. آه. لكن كلنا. مصري من القاهره وكل حاجه. اه طبعا. وانا مصري وابويا مصري. التاتوات بقى بتحبي التاتوات جدا؟ عندك كام تاتو؟ ثلاثة. اللي واضح واحد. ما خوفي كان أعظم. آه. ملناش دعوة بالتانيين. بالظبط. ايه التاتو اللي مكتوب على كتفك؟ كما تدين تدان. ده تاتو. أوه. ما بيروحش وشم. آه. يعني مدقوق. بالظبط. ما بيروحش. أوه. كما تدين تدان. كاتبه لحد؟ مبدئي في الحياة. ده أنا ماشية بيه في كل حاجة في حياتي. اشمعنى؟ عشان وات جوز أراوند كامز أراوند. اللي بتعمله لازم هيرجع لك. عملت حاجة كويسة هترجع لك، عملت حاجة وحشة هترجع لك، هي الدنيا كده. سيستم كده في الجو كده. وده بيعلمك طول الوقت انت ماشية تعملي حاجات كويسة. اه بس ده مش معناه ان انا ملاك، بغلط اكيد يعني، فلما باجي بتتردلي بطريقة وحشة ببقى عارفة. بس. الشخصية اللي انت عملتيها في هبة رجل الغراب كانت تنك قوي. جدا. فيلنا قوي. ما خفتيش ان انت دور زي ده يأيدك انه كل ما يعوزوا حد فيلن فكلمه ريم مثلا؟ بص انا ما فكرتش بالطريقه دي، دي كانت اول حاجه اعملها. فما فكرتش ان انا بعمل دور فيلن فخايفه اتطلب في كده. انا فكرت في الموضوع كتشالنج وكبدايه انا ببتديها. فلقيتها حاجه كبيره جدا جايالي وحاجه حلوه قوي فقلت يلا. بس لكن انت في الحقيقه مش كده، انا اعرفك مش كده. بس انت في ناس بيقولوا عليكي كده مثلا؟ انا في ناس بتحس من شكلي اول ما بيشوفوني قبل ما يتكلموا معايا ان انا كده. هو اي بنت حلوه بيقولوا عليها ان هي فيلن. وبعدين الناس متعوده ان البلوند بالذات لازم يبقى دمها تقيل. اه البلوند تنك. اه غلسه لازم يعني. بس وانت بقى غلسه ولا مش غلسه؟ انا زي العسل. انا عسل. انا جنة. انا عسل. ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. بتحبي تشوفي نفسك في المرايه كتير؟ خالص. ما فيش في مرايه خالص. ما بحبش خالص. وما بعملش زي ما تلات ارباع الممثلين بيعملوا. انا ممكن امثل قدام المرايه. يعني مين بيمثل قدام المرايه؟ لا في كذا حد كان يقعد يقول لي لازم تقعدي تعملي المشهد قدام المرايه وتشوفي نفسك وتشوفي رياكشنات وشك. ده مين اللي قال لك الكلام ده؟ ناس كتير جدا قالوا لي كده. ده بيضللك اللي بيقول لك الكلام ده. انا ما بعرفش. لا ما بحبش ابص لنفسي في المرايه. ايه الفكره؟ ايه الفكره ان الواحد يمثل قدام نفسه في المرايه؟ يشوف رياكشنات وشه. يا سلام. اه والله خدت النصيحه دي كتير. يبقى هم عايزين بقى ايه؟ نصيحه غلط ولا ايه؟ عايزين يجننوك. عايزين يعملوا فيها ايه؟ اه هي مدرسه في ناس بتمثل قدام المرايه. لكن لا انا ما بحبش في الممثلين في مصر حد بيعمل كده. تقليش يعني. ما اعرفش. انا هم اللي اتقال لي مصريين يعني. اكيد مش اجانب يعني. طب سيبك من موضوع ان انت تمثلي قدام المرايه. لما بتبص على نفسك في المرايه ايه اللي بيعجبك في شكلك؟ اكتر حاجه بتحبيها فيك يعني؟ عينيا؟ العادي؟ هو الاجابه العاديه بتاع الكل. لا مش فكره يعني. ما اعرفش يعني. بحب ابص لنفسي دايما لما بكون من غير مكياج خالص. اه. وحاسه ان انا بتحبي شكلك اكتر من غير. اه بكره المكياج. معقول؟ انا حاطاه دلوقتي للظروف الشديده. انت كده حاطه كتير يعني؟ اه للظروف الشديده قوي. مش بتحطي يعني اوفر يعني؟ انت حاطه حاجات بسيطه. انا ما ابتديتش احط مكياج تقريبا غير لما مثلت. اه. وخصوصا كمان شخصيه بيري اضطريتني اعمل كده حتى. حتى لو ما كنتش بلبسه غير لما مثلت. ليه بقى؟ انا ما بحبش. انا بحبش ابقى بنت. اه يعني. مش حكايه بنت. لا انا ممكن ابقى بنت بس هي الفكره مش كده. بحب البس فلات وابقى احب على طبيعتي. لما انا بشوف بتبتدي على طول لما شعرك. آه لابسه كاب جينز الكاب بحبها جدا. ليه بقى؟ ياه
احساس كده. في ناس بتلبس الكاب عشان بتخاف، بتداري نفسها، ما بتحبش تواجه الناس دايما، بتحب تبقى مستخبيه في نفسها، او ما بيحبش يكون يخش المكان يحس ان هو ملفت مثلا، الناس كلها بتبص عليه. ليه؟ بس انا بالنسبه بس لي مش اي بنت يعني بتحب ان تخش مكان الناس كلها تبص عليه. انا ما بحبش الموضوع ده خالص، بكرهه. يا ده معناه ان انت ما بتحبيش تتعكسي. انا ما بحبش اخرج عشان كده. عشان بتتعكسي؟ اه ما بحبش اتعكس. بتتعكسي كتير؟ طبعا. ايه الغرور؟ عشان مصر كلها كده، مش فكره غرور، مش عشان انا حلوه، هم بيعكسوا سواء حلوه او وحشه. هم بيعكسوا اي حد وخلاص. اه احنا كشعب كده للاسف يعني. دي حقيقه. لما تتشهري قوي بقى هتخرجي ولا هتقعدي في البيت؟ انا ما بحبش الخروج اصلا، انا بيتوتيه جدا من قبل ما اتشهر، فلما هتشهر هخرج اكيد. لا بتحبيش تظهري كتير في وسط الناس مثلا؟ مش حكايه ما بحبش اظهر كتير، بس بحس ان الواحد ممكن يعمل كل حاجه جوه بيته. فليه تخرج بره يعني؟ في حاجه بتضايقك في وشك؟ اه طبعا. ايه بقى بتقولي يعني لو كان اصغر شويه بقي؟ لا ده بقى عندي كتير قوي. عندي كتير يعني، مثلا ما بحبش ضحكتي. بحبش ضحكتي. وبعدين عندي حاجه دمها تقيل جدا، دايما لما باجي في بيبقى حاجات كده رياكشنات بتيجي مع وشي هنا. دي غمزات يعني؟ ده بيقول لا حاجه مش غمزات خالص. لا هو حاجه غريبه يعني. تلاقيني بص حاجات كده بتظهر. ايه بيظهر؟ ما اعرفش، ما بحبهمش. ما انا بقول لك اللي ما بحبهمش. مفيش حاجه. ما بحبش قرتي. ما بحب، بحسها مساحتها كبيره قوي، مش مستاهله كل ده. مش مستاهله. انت عايزه حواجب شعر على طول؟ مفيش حاجه في النص يعني. ما بحبش يعني. في شويه حاجات اكيد ما بحبهاش. بس يعني في حاجات في وشك انت بتشوفيها مفيش حد بيشوفها غيرك يعني. لو قلتي لحد مثلا بيطلع لي حاجه هنا ما بيشوفهاش. لا انا مش شايفه دلوقتي. ما عملت كده؟ لا مفيش اي حاجه. ايه اللي موجود؟ غريبه قوي الحكايه دي. طب الحمد لله. لا مفيش حاجه فعلا يعني. في الغمازه اللي هنا اللي هي عند اي بنت؟ لا عندي ما اعرفش في ما بحبش خدودي يعني. ما بحبهاش. هي الخدود بس. فنفسي ان هي تخس مثلا شويه، يبقى فيها عظم بتاع وكده. يا سلام. يا سلام حته كده. بحب التشيك بونز كده، كان نفسي يبقى عندي. بدون انت فشلتي كمذيع؟ لا ما فشلتش كمذيع. انت قلتي كده؟ لا عمري ما قلت كده. عمري ما قلت كده. انا اتعرض عليا اول حاجه ان انا ابقى مذيعه. دي اول حاجه، اول اوديشن عملته. ان انا ابقى مذيعه. مين اللي جه قال لك؟ كنت في عزا وحد شافك او حاجه كده صح؟ اخت واحده صاحبتي. بتعمل ايه هي؟ كانت شغاله في واسأل. قالت لها صاحبتك مش عايزه تبقى مذيعه؟ فبتسالني، قلت لها طبعا عايزه، وانا ولا عايزه ولا حاجه، انا عايزه اروح اقف قدام الكاميرا، عايز اشوف الاحساس بس ايه. بس عشان كنت اسمع دايما كلمه الكاميرا ممكن ما تحبكيش. يعني ايه الكاميرا ممكن ما تحبنيش؟ دي هتتحكم فيا ولا ايه؟ فعايز افهم الموضوع ده ايه، وعايز اشوف احساسي انا هبقى ايه. حسيتي بيه بقى؟ والكاميرا حبتك ولا كان في مشاكل بينكم؟ انا ما اهتميتش اعرف الكاميرا حبتني ولا لا، قد ما انا اهتميت اعرف انا احساسي كايه. انت حبيتي؟ ما اوريدي اتعرض عليا ساعتها البرنامج. يعني اتعرض عليا برنامج. بس انت كان ليكي تصريح بيقول ان انت فشلتي كمذيع. عمري ما قلت كده. عمري ما قلت كده. في موقع مكتوب عليه؟ لان انا من اول ما رحت انا اتعرض عليا فعلا برنامج كان لرمضان و30 يوم بتاع رمضان. وانا رفضت، لان انا يوم ما وقفت قدام الكاميرا انت اتعمل يعني البرنامج؟ لا انا رحت تجربي فما حبيتيش. انا رحت وقفت وحسيت في اليوم ده وانا واقفه قدام الكاميرا ان انا عندي كم طاقه غير عاديه عمرها ما هتطلع وانا مذيعه. عايزه اتنطط واجري وعيط. يعني عايزه ابقى مليون واحده اكبر من البرامج. انا طول عمري عايزه ابقى ممثله. فالاحساس يومها امتلكني بشكل مش عادي. فقلت انا لو دخلت الحته دي انا هبقى ممثله مش هبقى حاجه ثانيه. وجالي اعلانات وجالي موديلنج وجالي حاجات كتير قوي بقى بعدها. بس رفضت كل ده. بس طب ايه الخطوه دي انت حاطاها لنفسك قدام؟ ان دايما ابقى قراراتي صح وما ندمش على اي حاجه انا بعملها يعني. يعني عايزه دايما ابقى بختار الادوار اللي انا حباها وحساها ومش عايزه ابص لنفسي في اي لحظه اندم على اي حاجه. دي اهم خطوه انا حطاها قدامي، لان انا لما باجي اختار كاركتر، الكاركتر دي عجباني وحابه الدور ده، بحس بمتعه غير طبيعيه وانا بصور. كاني بحلم يعني. كلمه اكشن دي بحس ان انا بحلم. حاسه انت حققتي كام في الميه من حلمك؟ 100%. بتحقق 100%؟ عمري ما كنت اتخيل انا امثل. لا بس في اعلى. بس لو 100% انت ممكن تعتذري تقولي انا كده تمام. هقول لك ليه. هي الفكره مش فكره انا وصلت بقيت النجمه مين او شهره ايه اللي انا وصلت لها. إيه؟ المبدا بالنسبه لي مش كده. كل واحد فينا بيبقى ليه حلم من وهو صغير كده نفسه يحققه. بس الحلم ده بيكبر مع الوقت. هو الطموح ما بيقفش. طموح البني ادم ما بيقفش. انت طموحك ان انت تمثلي بس؟ لا ده احنا بنتكلم على الطموح حاجه والدريم هيبقى حاجه ثانيه. حلمي حاجه ثانيه. حلمي من وانا صغيره امثل واقف قدام الكاميرا وابقى والحلم ده اتحقق. بس خلاص طموحك بقى. لو انا نجحت كممثله انا اطلعي بره؟ لا يا ريت. يا ريت يا لهوي دي طلعت من جوه. يا ريت. طبعا هوليوود طبعا. نفسك جدا. طب ولو فشلتي كممثله بعد الشر يعني؟
انا ما فشلتش كموس. لو قولوا لنا لو حصل مش هفشل. افرضي الناس ما حبتكيش. الناس حبتني. مين قالك؟ انا عارفه بشوفها. إيه الثقة؟ بشوفها. ايه الثقة دي؟ أي مش الثقة دي، حاجة أنا عشتها فعلا. أنا في هبة رجل الغراب الإحساس بالنجاح كان جاي لي من حب الأطفال ليا. أنا اتفاجئت بالإحساس ده لأن بنزل الشارع ثلاث أرباع جمهوري أطفال. وحتى لما بشوف حد كبير تقول لي أنا بنتي طول النهار بتقلدك، أنا بنتي بتقف قدام المراية. ده رغم إن أنت كنت عاملة دور شريرة. بالظبط. إن هم يحبوكي وأنت عاملة شريرة، دي حاجة كويسة. فلما أنت بقى يبقى جمهورك أطفال تبقى أنت نجحت ولا لأ؟ أكيد طبعًا. بس خلاص. فنجحت. مين من الممثلات نفسك تشتغلي معاها؟ لا كل ممثلة ناجحة نفسي أشتغل معاها. مش حد معين؟ طبعًا. طبعًا. يعني كل الممثلين. لا يعني قولي دلوقتي في فيلم مثلًا وفي يبقى البطلة بتاعته فلانه، فانت اتبسطتي قوي انها تبقى فلانه، مين بس؟ اصل يسرى هي اللي كانت من الشباب، من الجيل اللي قدك. من ال كتير قوي، ياسمين عبد العزيز، غادة عادل، منى شلبي، هبقى عايزه بس معاهم كلهم. لكن لو حد، لو فيلم مثلا بطوله غاده عادل او منى شلبي او ياسمين، اقول لك انت هتعملي الدور الثاني. توافقي تعمليه؟ لو الدور حلو هوافق طبعا. انا بالنسبه لي الموضوع ما بيتقاس بالحجم. انا زي ما قلت لك نزلت في جبل الحلال وكان دوري صغير، بس كنت بمثل مع طارق لطفي وهو ممثل رهيب بصراحه. يعني كان ليا الشرف ان انا مثلت قدامه يعني. وكنت حابه دور رولا بشكل مش عادي، اثر فيا جامد. يعني في مشاهد مشيت منها انا نفسيا متاثره جدا يعني. بس مين المخرج اللي انت عايزه تشتغلي معاه؟ شريف عرف. شريف عرف، يا ريت. عشان كده ساعه الجزيره زعلتي؟ جدا. كان نفسي تشتغلي معاه؟ طبعا. طب انت شايفه ان انت ممكن يجي حاجه قريب مثلا مع شريف عرفه وتروحي مثلا يجي يقول لك لا اصل انت بلونديه مش هينفع، ولا احنا عدينا المرحله دي؟ شريف عرفه مش هيقول كده. ازاي؟ لا مخرج كبير لا يمكن يبص الموضوع بالنظره دي. وترضي باي حاجه مع شريف؟ لازم احب الدور، مش حكايه اي حاجه يعني، لو دور صغير بس حلو. طبعا لازم احب الدور. ما ينفعش اي حاجه. ناس كتير جدا طبعا. ناس كتير قوي. ومين رجاله عايزه تمثلي معاهم من نجوم الصف الاول دلوقتي في السينما؟ احمد مكي. احمد مكي. انت عايز تشتغلي كوميديا يعني؟ نفسي. دي البدايه، عايز تشتغلي كوميديا؟ مش حكايه دي البدايه، اني عايز اشتغل كوميديا بس. يعني نفسي اكيد اشتغل كوميدي. بس انا نفسي امثل مع احمد مكي. كان ليكي تصريح قبل كده بتقولي ان انت مش عايزه تكوني فاترينا في التمثيل. يعني ايه بقى فاترينا؟ ان هم يجيبوكي تمثلي عشان يكون انت وعد شكلك حلو وبس. بالظبط كده. ما بحبش الادوار دي خالص. وما بحبش حد يعني يحكم عليا بالشكل ده خالص. تماما يعني. يعني قابلتي حاجات كده في الاول؟ وبقابلها لحد النهارده. لحد النهارده؟ لسه بقابلها. ناس كتير جدا بياخدوا بالشكل اكتر ما بياخدوا الشخص عنده يعني موهبه فعلا، بيعرف يمثل ولا لا. بس هما هيشوفوكي فين؟ ما لازم يشوفوكي الاول في شغل عشان يحكموا عليك انت ممثله ولا مش ممثله. فلو قعدنا نرفض في الاول، طب الناس هتشوفك فين؟ ما هو شافوني اوريدي، وعلى الرغم ان هم شافوني لسه بطلب في الادوار دي. بس انت عملتي برضه بطلب في ادوار بقى اللي هي هبه رجل غراب مثلا، ده حاجه كوميدي مثلا. فما تبينش برضه انه انا ما كنتش كوميديه في هبه رجل الغراب. يعني هو المسلسل لايت كوميدي، بس ما كانش في حد فينا بيعمل حاجه كوميدي. هي الكاركترز كانت كده. بس هو المود بتاع المسلسل هو اللي كوميدي. فاهم الفكره فيه؟ لا مش خايفه يقول عليك بتتنكي على الشغل مثلا؟ انا ما بتنكش، بس عندي مبدا. بس انت بتفهم غلط، هي دي المشكله. براحتهم بقى. ما هعمل ايه؟ هيعرفوها مع الوقت. طب رفضتي تبقى موديل ليه؟ عشان انا مش موديل، ما عنديش حاجة أعرضها يعني. إيه؟ يعني ما عنديش حاجة أعرضها. أنا شايفة نفسي ممثلة وعايزة أبقى ممثلة. بس الموديل ما بيعرضش نفسه يعني، الموديل بيعرض حاجة يعني، يعمل إعلان، يعمل. أنا ما ينفعش أعمل حاجة ما بحبهاش. أنت بتحبيش موضوع الموديل؟ أي حد في الدنيا عمره ما هينجح في حاجة ما بيحبهاش. فاهم قصدي؟ يعني أنا جالي إن أنا أبقى مذيعة في الأول، وأنا ما حبيتش أبقى مذيعة. فما خدتش إن أنا أبقى مذيعة. لما كلموكي على سرايا عابدين اتبسطتي على طول ولا قلقتي شويه؟ لا خفت جدا، خفت بس. وكنت يعني شبه اديت احساس بالرفض في الاول. لان رفض كمان؟ ليه؟ عشان خايفه.
كنت خايفه فعلا. طب فكرة دور حلو جالك اهو. لا بس فكره ان انا انزل مقارنه مع غاده عادل، غاده عادل نجمه قديمه ونجمه كبيره، فوانا لسه في بدايه حياتي، فخفت من التشالنج ده. وبعدين لما قريت الورق لبست الكاركتر على طول. ما قدرتيش؟ ما قدرتش بقى. بس يعني ازاي ما حاولتيش تعرفي او في الخباسه كده في الخفايا عايز تعرفي مثلا غاده سابت الدور ليه؟ الموضوع مش شاغل بالي يعني، ما اديتلوش اهميه بصراحه. مش شاغل بالك ازاي؟ مش شاغل بالي. اصل هي اعتذرت ليه؟ هي عندها اسبابها. انا هتفرق ايه؟ هتضيف لي ايه؟ او يعني فاهم قصدي؟ هستفيد ايه لما اعرف؟ ايه الحاجه اللي هستفيدها يعني؟ انا عندي دور، خدت الدور ده انه معروض عليا كان محدش عمله قبلي، فحكمت على الدور بقى بعد كده بالشكل ده. فههتم ليه اعرف؟ يعني ممكن غاده تكون سابت الدور او سابت المسلسل ده بسبب ايه تفتكري؟ هجوم مثلا؟ يعني في ناس انتقدوها عشان عملت مشهد بتاع البانيو ده، فيها شافت ان هي اكبر ان الناس تزعل منها عشان مشهد بانيو، فضحت بالمسلسل لانها نجمه كبيره وعندها اسم وعندها اولاد، فمش عايزه حد يتكلم كتير ولا كلام ورغي عليها. ممكن يكون ده سبب من الاسباب. اسالها هي. انا بسالك انت، انت شايفه ان ممكن يتعمل حاجه زي دي؟ انا ما عنديش يعني. يعني انت ممكن تعملي حساب الكلام زي غاده مثلا؟ انا ما اعرفش شخصيه غاده علشان اقدر احكم او اتكلم عن لسانها. طب انت كلام الناس بيضايقك او الصحافه والنقاد والكلام ده؟ الناس بتتكلم على طول. لان الناس النقاد والصحفيين كل واحد لازم يقول رايه بصراحه. بيزعلك الكلام ده؟ لا بيزعلني لو كلامهم حق. كلام يعني بزعل من نفسي لو انا عملت حاجه ما كانتش يعني انتقدت وانا فعلا شايفه ان انتقادهم ده مظبوط، هتضايق طبعا. طبيعي هتضايق. لكن لو جم يقدموكي مثلا بشكل وكاتبين كلام مش لطيف؟ لو الكلام ده مش حقيقي ما بيهزنيش. مش اكيد مش حقيقي، يعني النهارده نزل لك مانشيت في مجله روزا اليوسف، ريم مصطفى على سرير الخديوي. طب ما انا لازم ابقى على سرير الخديوي، امال هبقى فين يا احمد؟ ايوه بس مش ريم مصطفى. ما ريم مصطفى هي هتبقى شمس. لا هي ريم حاجه والشخصيه حاجه، واحنا اتفقنا على كده. ما ريم مصطفى هتروح للخديوي ازاي؟ الخديوي كان زمان. ازاي؟ ما هو الخديوي موجود دلوقتي. لا احنا مالنا بريم. انت قلت ريم مصطفى على سرير الخديوي. احنا ما بنقولش على ريم. احنا بنتكلم انه كان يقول الشخصيه دي هي اللي على سرير الخديوي. انا بتكلم ان اللفظ ده ما ازعجكيش يعني؟ لا ولا يزعجني خالص. ليه؟ ريم مصطفى هي شمس. هياها بالنسبه لي. جاهزه بقى للي جاي لك بعد كده؟ طبعا. ايه بقى مستنيه؟ ايه شايفه؟ ايه شايفه؟ ايه ريم مصطفى قدام؟ مش عامله بلان معينه يعني، مش مقدرش اقول لك انا حاطه لنفسي بلان معينه، بس الحاجه الوحيده اللي انا شايفاها ان انا كل قرار لازم ابقى مسؤوله عنه، ما ندمش على اي قرار. ده مبدا انا واخداه في حياتي في كل حاجه. ما بحبش فكره الندم. مفيش حد بيوجهك، ماسك لك شغلك، مدير اعمال؟ انا رئيس جمهوريه نفسي. انت المسؤوله. ما فكرتيش تجيبي حد يوجهك مثلا؟ لا. يختار لك اعمال، يقرا، ممكن في عندي يطلب لك فلوس؟ لا عندي ناس بثق فيهم، باخد رايهم، بس الناس اللي هم كلوز ليا. مش مين هم؟ اصحاب يعني؟ ولا صحاب؟ صحاب. في الوسط ده؟ في منهم. في ممثلين يعني؟ هم اللي بينصحوكي؟ لا مش ممثلين، في الاخراج. مخرجين بينصحوكي؟ مساعدين مخرجين يعني. وبيقولوا لك تاخدي كام وما تاخديش كام والكلام ده؟ لا ما بتكلمش مع حد في الحته دي. طب والحته دي بقى مين بيحددها لك؟ البركه كده. البركه. بالبركه. بيضحك عليكي بقى في الفلوس؟ مش لازم هيضحك عليا طبعا، مش ببتدي حياتي لازم هيضحك، وانا موافقه ان يضحك عليا عادي يعني، بيضحك عليا بمزاجي يعني، مش حكايه فاهم. لما ببقى شاريه الدور خلاص. بيقولوا في مشاكل بينك وبين اهلك ومش قاعده معاهم، او حبيت ان انت تنفصلي عنهم وتعيشي لوحدك؟ لا الكلام ده مش حقيقي. انا كان في مشاكل بيني وبين اهلي لما دخلت التمثيل. وقعدوا شويه الموضوع مش حابين خالص، لان اوريدي انا الموضوع ده عايزاه من زمان وما استجراش اقوله يعني. فلما رحت ويا مامي انا كذا كذا، كان حد مات يعني، كان رحت قلت لها انا قررت انتحر. والله. بس لما شافت ان انت بعد ما مثلتي لقيتي الادوار ما فيش حاجه والدنيا تمام؟ ما ابتدتش تهدى غير لما شافت هبه رجل الغراب. بقت هي بقى بتحب المسلسل وتكلمني كل يوم. يعني ايه اللي هيحصل؟ لا بتشتم، انت ازاي مستفزه وغلسه كده فاهم؟ بس الحمد لله. طب وباباكي؟ نفس الحكايه برضه. خلاص ما يعني لا يمكن بابي كان متقبل الموضوع اكتر من ماما. يعني هو كان زعله جاي من زعلها هي يعني، هي اثرت عليه فاهم. لكن لو عملتي مثلا دور فيه اثاره وفي لبس مثلا مش عارف ايه، هيعملوا فيكي ايه؟ انا مش هعمله اصلا. عشانهم ولا عشاني؟ لا عشاني ما حبيش يعني. لا ما حبيش. حتى لو فرصه مع مخرج كبير او قدامك نجم كبير جدا؟ طبعا مش فارقه معاك. طبعا. على نفسه، نجم على نفسه. دكتور على نفسه. بالظبط كده. الخطف
قلتي اتخطفتي قبل كده وناس ثبتوكي بسلاح في تجمع وحاجات كده صح؟ لا ما اتخطفتش. ثبتوكي بس. انا اتثبت واتخذت العربيه مني. خدوا العربيه ومشوا؟ العربيه كلها؟ كلها. انا اللي ضايقني حاجه واحده بس، اخذوا الموبايل. اخذوا الموبايل. اصل هم كانوا غلسين جدا، طب انتوا دخلتوا رشاشات وتمثيل هزلي، وبعدين انا نزلت نزلوني من العربيه ولقيتهم دخلوا وركبوا العربيه، الراجل ركب والله وقام نازل تاني وشد الموبايل من ايدي، طب يا عم سيبني استنجد بحد. يعني هو بعد ما ركب العربيه نزل عشان ياخد الموبايل؟ دي بقى اللي اثرت في نفسيتي جدا. يعني معاه عربيه وبرده طمع في الموبايل. لان كمان اللحظه ساعتها من كتر الشوك اللي جالي ان انا نسيت ارقام كل الناس، انا بحاول بقى اكلم اي حد من البنزينه ومش عارفه افتكر اي رقم. الناس فين بتوع البنزينه؟ كله كان واقف متثبت نازلين برشاشات. خدوا عربيتك انت بس؟ ليه؟ أكيد هم يعني شايفين العربية من قبل كده حاطينها في دماغهم، مراقبينك يعني؟ أكيد هم داخلين تارجتنج العربية دي، لأن أنا كنت واقفة وبحط بنزين وجت عربية جاية قدامي ووقفت ونزلوا، الكلام ده في ثواني اتعمل في ثواني. أنا الكوميدي ما كانش كده، أنا افتكرتهم بيهزروا معايا وأكيد حد أعرفه بس بيهزر. فلقيته واحد بيدخل إيديه جوه الشباك وبيفتح الترباس، فأنا ببص له بقول له أنت مين مش واخدة بالي؟ يعني اكيد انت حد اعرفه بس انت اللي يعني هزارك تقيل. بس قول بس فكرني. بس فكرني عادي. ايوه بس ده معناه ان في حد وراكي، حد متابعك. أكيد في حد عايز منك حاجه. لا مش حد ليه وانا بعمل ايه لحد. أيوة لا هم بيبقوا العربيه دي، هم بيبقوا نازلين تارجتنج ان هم يسرقوا عربيه، واقفين من بعيد يعني فشافوا عربيه حلوه فراهي العربيه دي. هم بيبقوا في الفتره دي بنت كانوا عايزين مش عربيات فور ويل، وانا كنت راكبه عربيه فور ويل. فغالبا كانوا جايين دي اللي كانت مطلوبه في الوقت ده غالبا. كان عليها العين، كان عليها العين. خفتي بعد كده بعد الموضوع ده؟ لا. العربيه رجعت ولا ما رجعتش؟ رجعت. بالموبايل ولا من غير؟ شت من غير الموبايل. انت همك الموبايل مش العربيه. زعلت عليه جدا. لا انا ما كانش همني الموبايل، انا زعلت عايز الارقام. لا زعلت الحاجات اللي كانت جوه العربيه، الصور والحاجات. كنت لسه جايبه شنطه وكانت عجباني جدا والله، حزت في نفسيتي جدا. ومكياج وحاجات. كان فيها ايه تاني العربيه دي لما تقلت؟ كان فيها سكريبت، وكان فيها اكستنشن، ما احبش اكذب ابدا، وكان فيها ايباد. لا كان فيها حاجات كتير، في حاجات اغلى من العربيه نفسها. بالظبط دول اللي زعلت عليهم والله. لما رجعت من غير كل الكلام ده طبعا. دفعتي كام بقى؟ لا ما دفعتش حاجه. ازاي؟ والله ما دفعت حاجه. ما رجعوها ازاي؟ بالحب يعني كده؟ لا هم غالبا هي غرزت منهم في الصحراء، هي اتلقت مغروزه في الصحراء فسابوها ومشوا. مين جابها لك؟ الشرطه. كلموني بعد شهرين قالوا لي كانت في عربيه مسروقه. هم حاولوا يكلموني في الاول، وكنت وقتها في القسم. انا طبعا لقيت الراجل بيقول لي ردي عليهم وتفاوضي. ما قلت له تفاوض مع مين حضرتك، انت بتهزر ولا ايه؟ لسه بقول. قالوا قمت مصرخه ورا بيها التليفون. قلت له انا مالي ومال الليله دي، حسيت ان انا في ام بي سي 2 يعني. فاهم؟ فيلم اكشن. مين اكتر ست بتشوفيها مثيره بالنسبه لي؟ ممثلين يعني. قدام بقى وجداد يعني. لو قلنا من القدام، في واحده بس تقولي نفسي ابقى زي هند رستم مثلا، ناديه لطفي. ناديه لطفي أكيد. لا هند رستم طبعا اكيد اكتر واحده سكسي بشوفها يعني. اكيد يعني. طبعا. بس لو هبقى نفسي زي حد، نفسي ابقى زي سعاد حسني. زي سعاد حسني؟ بس انا طويله قوي على سعاد حسني. في ايه بقى؟ في كل حاجه. زي بحسها يعني، هي فنانه شامله من كل حاجه. صوتها وتمثيلها وعلى طبيعتها وروحها وشقاوتها وجمالها وانوثتها، كل حاجه. اكتر واحده بتحبيها سعاد حسني؟ واكتر رقاصه بتحبيها؟ سامية جمال طبعا. طبعا طبعا. ودينا حبيبة قلبي طبعا. انا بتكلم على زمان، لكن دلوقتي دينا طبعا اكيد. لو جالك دور رقاصة في فيلم بتعملي ايه؟ حسب هيبقى الوضع عامل ازاي. مش هلبس بدلة رقص اكيد. يعني ايه؟ مش هلبس بدلة رقص. يعني ممكن تعملي دور رقص بس يعني مش ببدلة رقص. بدلة رقص يعني ممكن ارقص لابسة جلابية ومتحزمة ممكن، بس فكرة البدل الرقص الشرعية اللي متغطية دي ما بحبهاش اصلا فمش هلبسها. لكن لو بجلابية ومش عارف ايه، لو جلابية بلدي ماسكة وتقومي رابطة مش عارف ايه، زي جلابية نانسي عجرم والكلام ده. بالظبط كده ده يتعمل عادي. لكن قلع مش قلعة. مش قلعة تجيبها كده، تجيبها كده مش قلعة. بالظبط. ايه رايك في حريم السلطان؟ حلو جدا طبعا. شفتيه كله؟ لا مش كله طبعا. سراء عبدين حلو برضه. حلو برضه؟ انا ما اتفرجتش على الجزء الاولاني على فكره. في ايه؟ عشان كده مش قادره. لا في الجزء اللي انت عملتيه. سراء عبدين اللي انت عملتيه. حلو جدا. ايه بقى؟ كالجزء عموما يعني ولا؟ ما شفتيش الاولاني؟ لا قريته على الورق.
مستحيل. عشان كنت بصور اصلا في رمضان. أيوة. ومعرفش ان دي داخله على حاجه كانت مكمله. ازاي ما دخلتيش شوفي بس؟ هقول لك ليه. لان انا صادف ان انا ما اتفرجتش على الجزء الاولاني، كنت بصور في رمضان. بس كنت عارفه مين اللي بتعمل الشخصيه دي؟ اه طبعا. لما جيت عرض عليا دور غاده عادل كنت اوريدي الجزء الاولاني اتصور واتعرض وكل حاجه، وبعدين كان قدامي اختيار من اتنين، هتفرج يا اقرا على ورق. فقلت اقرا على الورق احسن. طب ليه مش الاتنين؟ علشان خفت اتاثر بالاداء. وغصب عن اه طبعا كان ممكن جدا اتاثر بيه. مهما كنت انا واخده القرار مع نفسي. ممكن من غير شعوري. خفت ان انت بتتفرجي عليه كتير فتبقي شبهها. ما حب يعني حبيت ان الموضوع يطلع مني انا ريم. فاهم ازاي؟ وطلع احسن من غاده ولا زيها؟ انتوا اللي هتقولوا بقى لما ينزل. انا لسه ما شفتش. انا ما بفرجش على نفسي في المونيتور. ليه بقى؟ ما بحبش. معقول؟ عشان بحب ابقى قدام الكاميرا ما اقعدش افكر انا شفت في نفسي غلطه ايه فمش عايزه اعدلها. بحب اقف قدام الكاميرا مش شايفاها. طب غاده عادل طبعا نجمه كبيره وليها اسمها. ما خفتيش ان انت بعد ما تعملي دور بعديها تتقارني بيها؟ خفت في الاول بس دلوقتي مش خايف. يبقى انت واثقه في نفسك ان انت عامله حاجه كويسه. دي حقيقه. لو كنت راجل يبقى اسمك ايه؟ عمر. عمر؟ هو اسمه عمر ولا ايه؟ لا حسبي الله ونعم الوكيل. هتعاملي الستات ازاي؟ هتعملي عشان الناس ما تقولش عليك فاشل؟ زي ما قالت، زي ما انت قلتي على هفهم معنى كلمه رجوله ايه؟ بس فيري سيمبل. اصل كلمه راجل هي مش فكره راجل شكلا يعني. مش شنب. الراجل مش عباره عن شنب. لا 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 لا. طب ايه الرجوله عندك؟ الرجوله ان الراجل يكون مسؤول، يكون قد المسؤوليه، يكون راجل. كل ده عارفينه. ما طبعا هتبقى عارف كل حاجه. حافظينه بس مش حاسينه. هي دي المشكله. امال انت كست المفروض تحسي بعمر ده راجل ازاي بقى؟ ما انا ممكن اقعد اتكلم بقى تلاقيني ما خلصتش. لا معاك انا. لا ما تلاقيش التناحه موجوده يعني. هقول لك انا بحب ان انا لما اكون مع الراجل انزل في المكان كده احس ان هو في اي وقت مسيطر في ظهري. انا مش قلقانه. مسيطر في المكان. في اي حته هو هيعرف يتصرف، في اي موقف هتعرض له هو هيعرف يتصرف. بيعملوا حساب في اي مكان. هقول لك انا شخصيه مسؤولة جدا، أنا ما بستناش حد يشيل مسؤوليتي، ده طبيعتي. بس أي ست في الآخر فيها حتة ضعيفة جواها، عايزة دايما تحس إن في حد أقوى منها. ده ما حسيتيش قبل كده خالص؟ لا. يعني أنت كنت تحس إن هو أنت أقوى منه يعني؟ طبعا. معقول؟ وفي التعامل مع بعض نفس الموضوع؟ لا هو كان يعني كان لخمني في حتة الغيرة قوي. وشايفة يعني أنا كنت ملخومة في الحتة دي، فملخومة بقى إن هو أوعى وشك يعني. مين اللي كان بيغير؟ أنت ولا هو؟ هو يعني؟ هو كان بيغير عليك. والبسي وما تلبسيش وما تروحيش وما تنزليش وما تعمليش وما تقابليش. سبتيه من قد إيه؟ كام شهر كده. يعني حضر سرايا عابدين. حضر. كان متجلى. طبعا. وابتدى يغير من نجاحك ونجومتك؟ هو من قبل ما اخش التمثيل اوريدي. هو مش عايزك. هو مش عايز غيره ولا غيره من نجاح ان انت تبقي اعلى منه او احسن منه؟ لا هو غالبا ما كانش عنده سيلف كونفيدنس بنفسه يعني. انا معتبره الموضوع كده، لان كل حاجه لازم يبقى ليها ليميتس، وهو كان بيإكزاجريت قوي. انت مصر تتكلم عنه ليه النهار؟ حرام عليك، انا هارت بروكن يا راجل. طب تعال روح لعمر. يلا بينا، خلينا مع عمر. لو انت عمر، مين الست اللي بتشوفها انثى في التلفزيون؟ وعشان ما نرغيش مع بعض نيكول كتير. سابا. ايوه. طب مصريين من الاخر. انت بتحب الملونين عشان انت ملون؟ مش فكره كده. لا 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 مش فكره كده. انا بحب الست لما بتبقى حلوه وروحها حلوه. انت شايفه ان نيكول حلوه وروحها حلوه؟ ده فعلا، دي حقيقه. بس المصريين بقى؟ المصريين شايفه مين حلوه وروحها حلوه؟ يعني غاده عادل. ومش بقول كده والله العظيم، مش دبلوماسيه. والله ما دبلوماسيه. غاده عادل فعلا. انت ممكن في يوم من الايام يجي لك دور واحده مثليه وتعمليه؟ مثليه؟ يعني ايه مثليه؟ ليسبيان. طبعا اعمله. بجد؟ طبعا. ليه؟ مش ممثله. هو انا هختار ادواري؟ ممثل بيعمل ايه؟ مش مبدا خالص؟ لا مفيش مبدا في التمثيل. ما تخافيش تعملي دور زي ده؟ لا طبعا ما اخافش. بس هيتعمل ازاي؟ هي دي الفكره. هتنقل الصوره دي للناس ازاي؟ ما انت ممكن تعمل الصوره دي بشكل فيها اكزاجريشن، وممكن تعملها بشكل مقبول للناس وللمجتمع والكالتشر. فاهم؟ لكن ما تخافيش. لا طبعا. بس انت عارفه الناس هتهاجمك قد ايه لو عملت دور زي ده؟ الناس بيهاجموا في كل الاحوال. طبيعي، اي عمل في الدنيا كده بينتقد يعني، ده طبيعي. وفي ناس بتتقبل. ما انا بقول لك حسب انت هتقدم العمل ده ازاي. فانت هتشوفي له سكه مثلا انه ما يبقاش اوفر يعني. طبعا يعني. لازم يكون ملائم للكالتشر اللي احنا فيها. لازم تنقله يعني للشعب او بصوره الناس تتقبلها. هو فعلا الناس ممكن تتقبل ده؟ طبعا. ازاي؟ لان هي حاجه موجوده. احنا هنهرب منها يعني؟ بس فاكره علا غانم عملته مره واتشتمت والناس قالت
اصل انا عايزه اقول لك على حاجه، زي برضو ما جم انتقدوا في هبه رجل الغراب الشرب ومش الشرب وواحد بيروح لخطيبته وما اعرفش ايه، هم الناس عايزين يبعدوا عن الحقيقه. بس هو ده موجود في مجتمعنا وجهه ده، ليه بتشوفوه في حياتكم مش عايزين تشوفوه في التلفزيون؟ احنا بننقل صوره جايه من الحياه الحقيقيه، احنا مش بنجيب حاجه من الخيال. اصل لو هننقل كل صوره هتبقى مصيبه، يعني في حاجات ما ينفعش. هو ده دورنا، يعني في حاجات ما ينفعش نقل خالص. مفيش حاجه ما تنفعش، كل حاجه طبعا ده دورنا. ازاي ده دورنا؟ ايوه يعني لو في مشهد فيه علاقه جنسيه كامله تقدري تعملي. لا ما انا ده اللي بقوله لك، لازم تقدم حاجه، انت بتقدم الاكزامبل بس مش لازم تقدم المشهد كامل. ترضي تتباسي في فيلم؟ لا. اشمعنى؟ ما انا بقول لك انا هقدم الحاجه بالطريقه اللي تناسب بيها. اتبس ليه؟ طب مايوه؟ لا انتوا غراب قوي بصراحه. انتوا؟ اه انا ارفض ان انا يتقال لي انتوا دي على فكره. انت ايه مش منهم؟ لا يتقال لي انت. انت غريبه قوي بصراحه. ليه بقى؟ يا ترضي تعملي دور واحده مثليه وتقولي المايو لا؟ اه طبعا. ان انا تشو كاركتر حاجه وان انا اعرض جسمي حاجه ثانيه. ايوه افرضي ان المايو ده جزء من الكاركتر، عامله مثلا دور واحده مدربه سباحه. وانا لما هلبس مايو بيكيني كده انا بينت ان انا لازبين؟ اكيد لا. ده كده ليه؟ يا متعه الشعر. انا بتكلم على سباحه. اه انت واحده دلوقتي سباحه في شوت في الفيلم سلو موشن وانت بتنط بالكوب عادي، ممكن البس عوامه وكده عادي وابين ان انا سباحه. لكن ما تقدريش تخافي يعني. لا طبعا مش هلبس مايو. تخافي ايه من الناس؟ مش اخاف من الناس، انا اصلا في حياتي العاديه ما بقعدش بمايو قدام حد. ما بتنزليش بمايو؟ لا ما بنزل، يعني بنزل بمايو في اماكن ما بيبقاش فيها ناس. بس لما تطلعي تربطي حاجه على طول. بالظبط كده. عملتي قبل كده في اختبار تمثيل دور لنبيل عبيد صح؟ كان فيلم شادر السمك متهيألي صح؟ بالظبط كده. اشمعنى نبيل عبيد؟ انا بحبها جدا. وبعدين كنت يومها بحاول ادور على حاجه تبعد عن حته البنت الكيوت او اللي شكلها حلو او عايزه مشهد قوي يبان فيه انا بعرف امثل ولا لا. لان انا اللي كنت محتاجه اعرف انا فعلا بعرف امثل ولا ده احساس جوايا. فعشان كده اخترت المشهد. ولقيتي ايه يعني الشكل ده؟ متهيألي القمر اللي قاعد ده ازاي يبقى بلدي وجلابيه والكلام ده؟ عادي دخلت ولبست اشارب، لميت شعري ولبست اشارب وغيرت لون عينك والحاجات دي. وغير لون عيني ليه؟ هو انا ما فيش ناس بلدي يعني ملونه؟ لا عادي 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 طبعا. وانت شايفه ان انت عملتيه كويس. ايه الدور اللي نفسك تعمليه؟ واحده سايكو. سايكو؟ عايزه حاجه اكستريم، ونفسي اعمل جدا حاجه شعبي. نفسك تعملي حاجه شعبي؟ يعني ابقى سعديه، ابقى كده. بس انا يعني صعب جدا يجيلي الادوار دي. ليه؟ علشان الناس بتحكم عليا بالشكل، على الرغم ان هند رستم وناديه لطفي طب ايه المشكله؟ هو كل الناس دي عامله سعوديه يعني ملونه؟ ما هو بالظبط. طب ايه المشكله؟ الناس مش فاهمه ان احنا دلوقتي بقينا في 2015 ممكن الشعر بيتغير. سعيده تلونه. لا سعيده تلونه دلوقتي كده. المكياج ممكن كله يتغير دلوقتي. بالمكياج كل الشكل ممكن يتغير. لا يعني انا رايي اقول لك على حاجه. احسن ممثل في مصر عمل دور سعيدي هو مين؟ مين؟ ممدوح عبد العليم. دي حقيقة. ده وجهه نظري انا كممثل يعني. وراجل ملون عينيه ملونه والدنيا حلوه ومفيش اي حاجه. طبعا. فبالشرط بالظبط. فالتمثيل مش عينين، التمثيل برضو يعني اداء اكتر يعني. فالفرق العين مش الفكره مش حكايه العين ملونه ولا مش ملونه، هي الناس بتاخد ان واحده بلوند وما اعرفش ايه، ازاي تبقى واحده سعوديه وازاي يعني. واتقالت لي مره من المرات وكان في فيلم الجزيره. والموضوع ده حز في نفسيتي قوي. وجبت يومها كده قال لي يعني كنا عايزينك فيلم الجزيره وبعد كده ما تنفعيش عشان انت بلوند. مين اللي قال لك ما تنفعيش؟ مش فاكرة اسمه بصراحة. ما ينفعش؟ هو في حد قال ما ينفعش غير المخرج؟ لأن أنا ما كانش مخرج. ما حدش يجرؤ يقول حاجة غير المخرج. لا وبالذات في الجزيرة رفض يقعد معايا أصلا. مخرج من المخرجين ما ينفعش إن حد يقول حاجة غيره. رفض يقعد. أنا فاكرة إن كان اسمه عمر، بس عمر إيه؟ أي كانت ريمبر. عمر؟ أه في الإخراج يعني؟ أي دون نو والله. معرفش. عمر المهندس مثلا؟ مساعد المخرج؟ يعني عايز تخليني اقول اسم انا؟ والله ما فاكره. لازم تقول. لا مش فاكره والله. اصل انا ما لحقتش اعرف الشخص يعني. قالوا لي تعالي عمر عايز. زعلتي بقى لما قالك انت ما تنفعيش؟ فدخلت قال لي لا اصل الفيلم كله صعيده وما اعرفش ايه. فبصيت له كده قلت له ما ينفعش تقول لي جمله زي دي ابدا. وسمعته كلمتين يضايقوه. بس لان يعني قلت له بقى جامد طبعا حكمت عليا بشكلي يبقى انت فاشل. طب ايه اللي ضايقك؟ هو شايف ان انت ما تنفعيش لو مساعد مخرج؟ عشان حكم عليا بشكلي. عشان الشكل طبعا ما ينفعش في حاجه في الدنيا اسمها كده. فانت كنت عايزه تعملي دور مثلا؟ هو انا لو عايزه ابقى شكلي اجلي دلوقتي مش هقدر يبقى شكلي اجلي. ازاي بقى تعملي؟ لو قمت لبست ضب زي ايمي سمير غانم في المسلسل خلاص بقيتي اجلي يعني؟ هو الضب خلاكي اجلي؟ مش حكايه كده. لو قمت المكياج كله باروكه وعينين تانيه تقدري تعملي حاجه؟ ما تخافيش. طبعا. طب اقول لك على خمس اسامي وتوجهي لهم رساله. خمسه؟ افرض عايزه ايه؟ سته؟
في كتير لو عايز. خليهم 2.5 طيب استمر اتفضل. طيب سامح السريتي. يعني ممثل كويس بس انا ما اعرفوش. بس هو مره قال بعد ما عملتي حادثه انتوا ليه بتقولوا على ريم مصطفى ان هي فنانه؟ بجد؟ ليه؟ ما اعرفش. عشان انت معكيش كارنيه نقابه. اه اوكي. انت كان في مشاكل بينك وبين سامح السريتي؟ عمري ما قابلته. عمرك ما قابلتيه؟ اه عمري. طب ولا في النقابه او نيفر؟ اصل لما قلت لك سامح السريتي عملتي اصل استغربت ان ليه قلت لي الاسم ده؟ لا يعني انت لو قلت لي سامح السريتي اقول لك انا اه ممثل كويس وبحبه جدا. اه طبعا ممثل كويس بس عشان كده استغربت يعني انا قلت هتقولي حد اعرفه. اه بس هو قال التصريح ده عشان انت مش نقابيه. اه اوكي. لا هو انا يمكن عشان كريم يعني. لا هو انا يمكن عشان في الاول لما دخلت هيبه رجل الغراب مش فاهمه اي حاجه في اي حته. نزلت تمثلي بقى مع نازله بلعب. انا مش فاهمه خلاص انتوا بقى الورق وبتاع لازم يا بنتي في تصريح وفي حاجات كده وتدفعي فلوس ومش عارف ايه. فروحت عملت فعلا الحاجات دي بس متاخر. بس ما حصلكيش مشكله؟ لا ما حصليش حاجه. غدا عادل. بحبها جدا على فكره يعني بحب شكلها بشوفها زي القمر. وبس. عمرو عرف. لا ده عايزه اوجه له رساله مهمه جدا يعني. كان نفسي اشتغل معاه جدا في الجزء الاولاني جدا. ولما اتعرض عليا دور ورفضته انا رفضته مش لاي حاجه خالص. اتعرض عليك اي دور؟ عادي غدا عادل سابت المسلسل. لا انت عملتي المسلسل مش صح ان انا سبت انت الدور حد جه ليه مش صح ليه؟ عشان في حد غيري خد الدور. طب ما انت خدتي مكان غدا ايه المشكله؟ مش هقول. ما انا عايز اعرف ايه الدور اللي ما عجبش ريم؟ إيه مش حكايه ما عجبنيش. امال ايه كمساحه؟ الدور لا خالص خالص. ما انا عملت في جبل الحلال مساحه صغيره. امال ايه؟ المشكله ان كان الدور قريب جدا من دور بريهان. وانا كنت ساعتها هيتعرضوا الاثنين في نفس الوقت. فما كانش ينفع ان انا اعمل نفس الدور في في ناحيتين. فالحاج عمرو عرفه زعل. لا هو اللي وصل لي انه يعني ازاي ترفض حاجه زي كده؟ انه عشان الحاج عمرو عارف. هو ما وصلوش انا رفضت ليه. يعني علشان كده انا مبسوطه انت قلت الاسم. هو ما وصلوش انا ليه رفضت. طب انت قولي له بقى دلوقتي عشان الحاج عمرو عارفه يعني. انا رفضت علشان الدور كان زي شخصيه بيري. بس مع ان انا على الرغم في فرق كبير بين المسلسل ده والمسلسل ده. الشخصيات كانت واحده. ايوه اجواء مختلفه وتاريخ مختلف وزمن مختلف وكل حاجه ثانيه خالص. ما بندمش على اي قرار باخده يعني. لا هو مش ولما رفضت الدور وشفته قلت كان صح ان انا اعمل. ايوه بس انت شايفه ان انت كنت في ساعتها وصلت للنجوميه ان انت تختار وترفض ادوار. ما هو علشان كده اتزعل مني. ايمي سمير غانم حبيبه قلبي. حبيبه قلبي. اصحابي صاحبتي جدا. وتعلمت منها حاجات كتير. كنت بقف اتفرج عليها اكشلي في اول التصوير. وايمي بحب فيها حاجه جدا اللي جوه بره. يعني هي لو ما بتطقش حد بتقول انا انا مدفع. يعني فعشان كده بحب اخد رايها جدا. وكنت لما اجي مثلا اعمل مشهد او ابقى لابسه لبس معين دايما رايها يهمني قوي لاني عارفه ان هي مش هتنافقني. مش تضحك عليك. لا 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 هتقول لك الحقيقه خالص. يعني على الرغم ان ممكن صراحتها ناس كتير بتتخض منها بس انا تريحني قوي لان الناس دي قليله في الدنيا. يسرى. يسرى دي حته قمر. حته قمر. يعني طول عمري هي بالنسبه لي مثل اعلى. ونفسي في يوم من الايام حلمي كنت ان انا اشتغل مع يسرى. وما تخيلتش ان الحلم ده هيتحقق بالسرعه دي. وافتكر لها مشهد في سرايا عابدين كان في الزاويه بتاعتها اتاخدت وجايه الزاويه بتاعتي انا فقالوا لها انه اتفضلي حضرتك ارتاحي وانه حد يقعد مكانها يعني. رفضت تقوم وقالت لا عشان اديها نفس الاحساس. فانا كبيره برضه هي جدا جدا. ومره في مشهد تاني لقيتها جايه تقول لي برافو عليكي فانا بصيت كده انه يسرى جايه تقول لي برافو عليكي. لا ما هو ده اللي مخليها لحد النهارده يسرى. ما هو انا كنت طول عمري بسمع يسرى طول عمرها بتبقى موجوده. اما شفت بتلاقي ممثلين طلعوا بالظبط وهي مكانها ويطلع بعديهم وهي مكانها يطلع بعديهم. حبيبي مفيش حد بيأثر جميلة. عليها جميله. يا رب نشوفك كده زي يسرى. يا رب يا رب. يا ريت ميرسي.